نشرة منتصف الليل مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعالم. الجزائر تدين بأشد العبارات مجزرة مدرسة التابعين بغزة وتؤكد حتمية موقف دولي صارم ضد الوحشية الصهيونية بحق المدنيين. في النشرة رصد للأوضاع المأساوية للنازحين قصرا من خان يونس. تأكيد على جاهزية واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية. في افتتاحية مجلة الجيش المعنونة السليل الوفي والدرع القوي. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية نقف عند آخر التحضيرات والاستعدادات على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. والإذاعة الوطنية تسخر كافة الإمكانات لمرافقة الحدث. بعد 30 سنة من التوقف، إعادة تشغيل خط السكة الحديدية لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس لإنعاش الحركية الاقتصادية والسياحية بين البلدين الجارين. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شارك أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالعاصمة كيغالي في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي الذي أدى اليمين الدستورية في الملعب الوطني بالعاصمة كيغالي. مراسم التنصيب جرت بحضور العديد من الوفود الأجنبية بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية رواندا. حل مساء أمس بالجزائر الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لدولة النيجر السيد علي محمد لامين زين في زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام. وكان في استقباله بمطار هواري بومدينة الدولية الوزير الأول نذير العرباوية مرفوقا بوزراء الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطنية اللواء محمد صالح بنبيشة. استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة محمد سيداتي. خلال اللقاء استعرض الطرفان وتباحثا تطورات قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على ضوء التقرير الذي قدمه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا في أفق الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة بهذا الخصوص سواء على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمنظمة الأممية. كما تم التطرق إلى عدد من الملفات المتعلقة بالأجندة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذا الشراكات التي تربط المنظمة القارية بمختلف الفاعلين الدوليين. في التعاون دائما، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس سفير دولة ليبيا الشقيقة بالجزائر صالح هما محمد بكدة بناء على طلب من هذا الأخير. اللقاء شكل فرصة للإحاطة بما يجري على الساحة الليبية من مستجدات مقلقة لا تبعث على الارتياح، لا سيما عمليات الحشد العسكري تجاه المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، وما تحمله هذه التطورات من أخطار محدقة بتجدد الاشتباكات والمواجهات بين الأطراف الليبية. وبهذا الخصوص جدد عطاف التأكيد على موقف الجزائر ومناشدتها الأشقاء الليبيين إلى التحلي بالحكمة والضبط النفسي وإعلاء المصالح الحيوية
للشعب الليبي فوق أي اعتبارات أخرى. كما أبرز الوزير ضرورة تضافر جهود الجميع للحفاظ على أهم مكسب تم تحقيقه عبر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ألا وهو مكسب وقف الاقتتال بين الإخوة الفرقاء في دولة ليبيا، الذي يتوجب تثمينه وتعزيزه والبناء عليه للمضي قدما نحو تحقيق التسوية السلمية المنشودة، حفاظا على أمن واستقرار ليبيا وكذا أمن واستقرار جوارها الإقليمية. وفي الختام شدد الوزير أحمد عطاف على ضرورة تسخير كل ما تملكه ليبيا من مقدرات ومقومات للإسراع بإنجاح العملية السياسية الهادفة إلى توحيد المؤسسات الليبية عن طريق انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. وأضاف عطاف أن الطابع الحيوي والمفصلي لهذه الانتخابات يفرض احتكام الجميع إلى إفرازات صندوق الاقتراع عوض التعويض إلى اليائس على منطق القوة والعنف الذي لا طائل منه ولا منفعة فيه سوى المزيد من تصدع استقرار ليبيا وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد الشقيق وتوسيع هوة الخلافات في الوطن الواحد وبين أبناء الشعب الموحد. أدانت الجزائر بأشد العبارات وببالغ القوة المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل الذين التجأوا إلى مدرسة التابعين بغزة فرارا من آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون على تأدية صلواتهم. إن هذه الجريمة الشنيعة التي تعد جريمة ضد الإنسانية بكافة المعايير والمقاييس تأتي لتثقل السجل الدموي للعدوان الصهيوني من جرائم الإبادة الثابتة وجرائم الحرب الأكيدة والجرائم ضد الإنسانية الموثقة التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. والأدهى من كل هذا والأمر أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بات لا يكتفي باستهداف المدنيين عبر القصف والتقتيل والتدمير، بل أضحى يستهدفهم كذلك عبر نشر الأوبئة الخطيرة والفيروسات الفتاكة التي تحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة. ومن هذا المنظور أكدت الجزائر مجدداً على حتمية تحرك المجتمع الدولي وتبنيه لموقف حازم وصارم يفرض على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ما فرض على غيره من تدابير ردعية وعقابية في حالات لا ترقى أن تشكل قطرة من بحر الجرائم غير المسبوقة التي يتمادى ويتباهى هذا الاحتلال بارتكابها في حق الفلسطينيين العزل. كما أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر في التمتع بحصانة مطلقة وتامة، ليس فقط من المساءلة والمحاسبة بل من المحاكمة والمعاقبة عما اقترفه ولا يزال من جرائم لا تعد ولا تحصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطينية. هذا وكانت الجزائر قد دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة غدا الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج بغزة في وقت يتواصل فيه العدوان والصهيوني على قطاع غزة بارتكاب مجازر جديدة في حق الأبرياء. إلى ذلك وسعت قوات الاحتلال الصهيوني من أوامر الإخلاء القسري من خان يونس للمرة الثالثة خلال أسبوع. المشهد مع مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. وسط حلكة الظلام لم يعد يشغل بال الفلسطينيين سوى البحث عن أماكن آمنة بعد أن فرض عليهم جيش الاحتلال الإخلاء قسرا من عدة مناطق جديدة بخان يونس استمرارا لحملته العسكرية المكثفة التي بدأها قبل أيام وما زالت مستمرة على المدينة. بعتونا رسالة على الجوالات توي اخلوا أطفال نايمين ونسوان نايمين وكبار وعيانين نايمين، وين نروح؟ مش عارفين وين نروح. وهينا خلينا ما نزلنا، وين بدنا نروح؟
وين بدنا نمشي؟ مش عارفين اصلا نمشي في هالعتمه، احنا اولادنا صغارنا هم بعيطه ومسخنين مريضين اولادنا، مش عارفين وين نروح في الشهر هذا، احنا خلينا 10 مرات. فمنذ بدء العملية تقول الأونروا إن أكثر من 75 ألف شخص نزحوا خلال الأيام الماضية في ظروف تخطت تحمل البشر، ولا يعطيهم الاحتلال سوى دقائق معدودة ليقطعوا أكثر من 5 إلى 8 كيلومترات ويبقوا في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. بقول لأخ المنطقة دور أبو حميد بلوك 55 بالكامل، معاكم 5 دقائق أخ المنطقة كلها. إيش الذنب هذا؟ هذه البنت الذنبها تطلع الساعة 12 الليل، الزنبة حسبنا الله ونعم الوكيل. أشرقت شمس الصباح دون أن يجد النازحون أماكن تؤويهم، ولا يرى بالعين المجردة سوى حصرة العائلات التي نزحت قصرا على وقع قصف مدفعي من الدبابات المتوغلة شرق المدينة، أو الطائرات التي دكت المنازل والأبراج السكنية بأطنان من المتفجرات عبر قصف جوي يخلف في كل غارة دمارا وخرابا وعشرات الشهداء والجرحى. من الصبح ضربوا هنا برجين وطلعنا 4 صواريخ ضربوهن وطلعنا بالعجل، مش فاهمين حاجة. طلع شردنا بأتفه أشياء، شاي شندة أواعي. بقينا واقفين أنا وشاب صاحبي على اللفة، فجأة بنلاقي الصواريخ اللي بنزلت. أول هويتين نزلت، في بعض الشباب راحت يعني في منهم إصابات. الحين في الرجعة الثانية لما خبطوا البرج الثاني في إصابتين، واحد شظية في رجله راحت، والثاني إصابة بس كسور. فضربات الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ 11 شهراً على التوالي ليل نهار لم تغير من واقع وجود الشعب الفلسطيني على الأرض، بل زادته إيماناً بتمسكه بثوابته الوطنية وحقه في العيش بحرية وكرامة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في غمرة احتفاء الجزائر بمناسبتين خالدتين من تاريخها الزاخر بأروع صور المجد والبطولات، الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطينية وانعقاد مؤتمر الصمام، أكدت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الجديد والمعنونة السليل الوفي والدرع القوي أن الجيش الوطني الشعبي المتلاحم مع الشعب سيكون على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين كافة مراحل العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في جو يسوده الهدوء والسكينة. سونيا غاسي. السليل الوفي والدرع القوي، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها لهذا الشهر، إصدار يأتي في ذكرى تاريخية مزدوجة، هجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، وذكرى أخرى هي الاحتفال باليوم الوطني للجيش الذي أقره السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. يوم نستذكر فيه الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي الذي أداه ولا يزال في سبيل حماية الوطن، مثلما أكده رئيس الجمهورية أنه جيش متلاحم مع الشعب يزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة، وأن جيشنا قوي والشعب الجزائري يتمتع بالنخوة الوطنية والتمسك بالوحدة الوطنية. وجاء في الافتتاحية أن الدفاع عن بلادنا وصون سيادتها هو اليوم قضية الجميع، قضية تستدعي تكثيف الجهود للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر المحدقة بها والمضي ببلادنا نحو مكانتها المستحقة بين الأمم في ظل جزائر جديدة تسير بخطى ثابتة نحو النهضة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وتضيف الافتتاحية أن الجزائر تمكنت من الوقوف شامخة وصامدة في كل مرة منتصرة، انتصارات كانت وراءها إرادة فولاذية لا تقهر لأبنائها الوطنيين الأوفياء. ويواصل الجيش الوطني الشعبي في نهج تطوير قدراته الدفاعية، مثلما أكده الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني الشعبي سيواصل بعزم وحزم شق طريق تطوير قدراته على كافة الأصعدة والحفاظ على جاهزيته في أعلى درجاتها، مضيفا أن جيشنا سيكسب رهانات كل التهديدات بفضل جهود كل المخلصين وعراقة وتجانس المجتمع الجزائري.
وفي ختام الافتتاحية أكدت المجلة جاهزية واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتأمين كافة مراحل عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال السهر على توفير كل الظروف الأمنية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق. ومن أجل تمكين المواطن من أداء واجبه الانتخابية في أحسن الظروف ووفق إجراءات تنظيمية محكمة، تواصل مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن تحضيراتها الحثيثة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال ضبط قوائم مؤطري المكاتب المعتمدين واعتماد الفضاءات المخصصة للتجمعات الانتخابية. العينة من ولاية بشار مع مينا العرج. هنا بين مكاتب المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ببشار، الكل منهمك وحريص على تأدية مهامه من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية. بهذا المكتب يقوم أعضاء لجان البلديات على ضبط قائمة مؤطري المكاتب المعتمدين. اليوم قامت اللجنة البلدية بنو النيف تنقلها إلى بشار لكي التأطير نتاع المكاتب. احنا قمنا في العملية وهي مستمرة. أما هنا فيتم السهر على طبع بطاقات الناخبين وتسليمها للبلديات بعد المراجعة الاستثنائية، وكذلك تصحيح الأخطاء التي قد تنجم عن عملية تسجيل الناخبين. يصحوا لي كاش خطأ وقع فيه المواطن في البطاقة تاع الانتخابات، والحمد لله الإجراءات راهي مسهلة. ونطلب من كل مواطن جزائري بلغ سن 18 عام أنه يتوجه لمكاتب الانتخاب باش يدلي بصوته. وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية سخرت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ببشار 20 مكانا للتجمع وما يفوق 90 واجهة إشهارية على مستوى تراب الولاية. الارتقاط هي من القاعات المبرمجة لاحتضان احتضان الحملة الانتخابية على مستوى ولاية بشار، فإن القاعة تقريبا جاهزة، والقاعة كذلك مجهزة بمكيفات هوائية إلى جانب التجهيزات التقنية من صوت وصورة. هناك مجموعة من المقاييس تسهر على مدار الساعة لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية من صحة، من إطعام، من نقل، من كل ما له علاقة بالتمويل والجانب اللوجستيكي، يعني يجري في ظروف حتى في ظروف كذلك جد حسنة. وفق هذه الأمور التنظيمية تعمل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ببشار على سير عملية الانتخابات لتتم بأعلى درجات النزاهة والشفافية. ولمرافقة الحملة الانتخابية التي تفصلنا عنها أيام قلائل، سخرت مؤسسة الإذاعة الوطنية كافة إمكاناتها المادية والبشرية بتخصيص فضاء للتعبير الحر، إضافة إلى تكييف المحتوى للتحسيس والتوعية بهذا الموعد الانتخابي الهام. أية تحو. آخر لمسات توضع هنا باستوديوهات الإذاعة الوطنية بالمركز الإعلامي الخاص بفضاء التعبير الحر. التقنيون والفنيون يتفقدون الأجهزة والمعدات المخصصة، وكل الإمكانات والتسهيلات سخرت لضمان تغطية منصفة وموضوعية من حيث الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح. عندنا دي كونسول، عندنا دي باف، وعندنا دي بي سي، درنا لهم دي لوجيسيال اللي نسموه نيتيا. التسجيلات تمر عبر شبكة اللي هي شبكة نيتيا. هذه الشبكة عبارة عن لوجيسيال سوفتوير يسجل المحتوى اللي يكون مترشح، ونبعث المحتوى مباشرة للاستديوهات المركزية. الإذاعة الوطنية خصصت فترات كل يوم التعبير الحر، كل فترة فيها 18 دقيقة، يعني 6 دقائق لكل متابع.
المترشح مبرمجة كما جرت العادة في القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة، وتميزا تخصيص نفس الفضاءات على قناة الشباب جيل فام. روبورتاجات، مواعيد إخبارية وبرامج على أثير الإذاعة، يقف على إعدادها طاقم إعلامي متكامل لنقل المعلومة وتغطية برامج المترشحين أثناء الحملة الانتخابية. القناة الأولى حضرت إلى هذا الموعد قبل حتى انطلاقه من خلال ضبط مختلف المواضيع الهامة لمرافقة هذا المسار الانتخابي، بدءا من تكييف جميع البرامج مع ومختلف هذه البرامج مع هذه المحطة السياسية الهامة، حصص خاصة لمواكبة الرئاسيات بالإضافة إلى روبورتاجات وحوارات مع منسقي السلطة الوطنية للانتخابات في كل الولايات. عندنا حصتين مع مختصين في القانون الدستوري لشرح كل عملية الانتخابية. ولما أي مترشح أيضا يكون على مستوى الولايات الأخرى تكون التغطية محلية على مستوى الإذاعات المحلية من قبل صحفيين تابعين للإذاعة المحلية، وأيضا متابعة على مستوى الإذاعات الوطنية من خلال الصحفيين المرافقين للمترشحين. الإذاعة الوطنية صوت المواطن، تنقل نبض الشارع وانطباعاته، وتعمل بفاعلية لتحسيس وتوعية المواطن بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وهي أيضا حلقة وصل بينه وبين المترشح وما يحمله من برنامج انتخابي، فترافق العملية الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج النهائية بكل حيادية ومصداقية. ودعوة إلى مشاركة فعالية وواسعة في الرئاسيات المقبلة، وإن توحدت في مضمونها فإن وسائلها في التبليغ تتعدى القنوات التقليدية. الفنان التشكيلي عبد الرحمن من ولاية وهران أنموذج اتخذ من الريشة والألوان كلمات رسمت رسالة قوية لامست قلب المواطن بضرورة المشاركة في جهود البناء. المزيد مع ماسين حامية. في زحمة الأحداث اليومية ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تتعالى الأصوات الداعية إلى أهمية المشاركة الفعالة في صنع القرار الوطني. وبينما تتعدد الوسائل، الفن التشكيلي أحد هذه الأدوات بتجسيد قضايا الوطن بأسلوب فني بديع. صانع محتوى وفنان تشكيلي أي صامي، ومتحصل على شهادة ماستر في الكيمياء. بالنسبة لي كل صوت مهم، كل قرار نتخذه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني يساهم في رسم المستقبل تاعنا. والفن التشكيلي بالنسبة لي مش غير فن وترفيه وهواية فقط، بل هو وسيلة للتعبير عن القضايا تاعنا والأحلام تاعنا، وهذا اللي راني نسين نوصله للناشئ. في هذه الساحة العمومية بوسط مدينة وهران امتزج عبق اللون بنبض التاريخ والحاضر. محمود عبد الرحمن يعتبرها ليست مجرد مكان للرسم فقط، بل هي مساحة للحلم والتفكير والتأمل، ناسجة قصصا عن الأرض والتراث، الوطن والتاريخ. وأنا كفنان تشكيلي نرفد بلادي في قلبي، والمشاعر تاوي تعبر عليها هذا الريشة اللي غادي توصل لقلوب الناس وتدفعهم للتفكير والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المصيرية لبلادنا. الفن وسيلة قوية للتعبير على الأفكار والمشاعر، ومع اقتراب الانتخابات شفت باللي من الواجب تاعي أنا كفنان نساهم في توعية الناس وبالأهمية على الأصوات تاعهم، وكل صوت ينجم يدير فرق كبير بزاف، والفن قادر على توصيل الرسالة بطرق مبتكرة ومؤثرة. غير البارح كنا قاع نشجعوا في ليزاتلي تاعنا في أولمبياد باريس باش يرفدوا الإعلام تاعنا ونسمعوا النشيد الوطني. نظن باللي حان الوقت باش نوقفوا قاع لإدلاء أصواتنا لنواصل التحديات اللي بديناها البارح، حتى نفرحوا بإنجازاتنا ونواصلوا في بناء هذا الوطن. فكل صوت هو لبنة قوية لبناء هذا الصرح اللي هو الجزائر. ريشة عبد الرحمن التي نبضت بحب الوطن، أعماله دعوة صادقة للمشاركة في صنع القرار. فتحول الفن التشكيلي من مجرد وسيلة تعبير إلى أداة فعالة للتوعية بالمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم. ضمن عملية استرجاع الأملاك المصادرة، تم أمس تسليم مصنع كيا لتركيب السيارات الواقعة ببلدية جرمة والميناء الجاف التابع له ببلدية سريانة بولاية بتنة للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية فوندال، والتي ستحافظ على نشاط المصنع نفسه بعد استكمال الجودة التقنية. يونس لكالتيب.
بعد سنوات من غلق أبواب مصنع تركيب السيارات هنا ببلدية جرم ببتنا، ها هو اليوم يسلم للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية فوندال ليبعث النشاط مجددا ويعاد إدماج العمال الذين تجاوز عددهم 1000 عامل. عندنا لوزين هذا من 2019 وهو مفرمي، كنا اون شوماج والحمد لله دركا راهي لوزين في حالة نشاط، وإن شاء الله هنا مبادروا في العمل ويعيطوا الخدامة. المصنع هذا كان حابس، اليوم رجعت شركة جديدة بربي إن شاء الله في الأيام هذه القليلة راح يفتح. المصنع الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 74 هكتار وبقدرة إنتاجية تصل لـ 5000 سيارة سنوياً، سيحافظ على تركيب السيارات بنفس الوتيرة الإنتاجية. هذا الصرح العملاق إن شاء الله فوندار راح تحافظ على صناعة السيارات كما هو، ونحافظ إن شاء الله على العمال كذلك كما هو، وهو قيمة إضافية للصناعة الجزائرية البحتة. وإضافة إلى مصنع تركيب السيارات، تم استلام الميناء الجاف الخاص بجمركة الحاويات، والذي من شأنه توفير المزيد من المناصب المالية المباشرة وغير المباشرة. الشيء اللي يعني احنا نباركه هو الكتلة العمالية، العمال اللي كانوا في حيرة. اليوم التعليمات للسيد الرئيس المدير العام مؤسسة فوندال اللي يعني سالم المركب يحافظ على هاد العمال. وبعودة الإنتاج بهذا المصنع وبعد الانتهاء من جميع الفحوصات التقنية، من المنتظر أن تفتح آفاق أوسع خاصة في الصناعة الميكانيكية التي تعتمدها الجزائر كواحدة من القطاعات الحيوية المعول عليها مستقبلا. وعلى ضوء تحفيزات المشجعة على الاستثمار المنتج، تعززت ولاية البليدة بوحدة لتحويل وتعليب أسماك السردين والتونة ببلدية أولى تسلامة، والتي تعد من المشاريع الاستثمارية الهامة التي تعول عليها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. وهبة بالزوج. وحدة تحويل وتعليب أسماك السردين والتونة بأولى تسلامة، وحدة بمواصفات وجودة إنتاج عالمية، دخلت حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنا من سمك التونة و10 أطنان من سمك السردين يوميا. المصنع تاعنا يتربع على مساحة 6000 متر مربع منقسم على طابقين. المصنع تاعنا يوفر حوالي 400 منصب عمل بطريقة مباشرة، وتقريبا 400 إلى 500 منصب عمل بطريقة غير مباشرة. الوحدة تحتوي على أجهزة ومعدات حديثة بتكنولوجيا عالية، فتحت مناصب شغل لشباب المنطقة. المصنع هذا يراه كما نقولوا وفر مناصب عمل كثيرة، بزاف عاملين تحقوا معنا كانوا بلا عمل، والحمد لله ربي رزقهم بخدمة وراهم معنا، ومازال نزيدوا إن شاء الله يدخلوا إيكيب ليزيكيب واحد أخرين. فتح أبواب الشغل على الناس كانوا قاعدين سيبوغ، ومنطقة هذه لازم لها مصانع كيما هذه. المصنع هذا يتميز ميزة أنه لأول مرة في الجزائر تتم عملية صناعة منتوج جديد، بعدها أو قبلها هذا المنتوج كان يستورد من الخارج. الميزة هذه أنه راح نخدمه أول مرة البرودي هذا في الجزائر. البرودي هذا يسمى شرائح التونة. ما يخفش عليكم بلي هذا المصنع راح يخدم مع مادة أولية يعني كاملة اللي هي الطون أونتي. الطون أونتي هذا بعد ما يوصل المصنع لهنا يتم عملية تحضير التعول. بعد ما تم رفع كل العراقيل اللي نادى بها السيد رئيس الجمهورية، هذا المستثمر كانت عنده عراقيل، والحمد لله بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية تحصل على الوثائق وترفع كل 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 عراقيل في مدة 3 أشهر. الوحدة قيمة اقتصادية مضافة للنسيج الصناعي الجزائري، والرهان الأكبر بحث فرص تصدير هذا المنتوج إلى الأسواق الإفريقية والعربية وحتى الأوروبية.
سجلت ولاية تيزي وزو إخماد عدة حلائق اندلعت بعدة قرى بالأربعة نثيرة وبني دوالة دون تسجيل خسائر بشرية بفضل تجنيد كافة وسائل الحماية المدنية البشرية والمادية، فيما تم الإبقاء على جهاز المكافحة في الميدان كإجراء وقائي بالنظر إلى الظروف المناخية غير الملائمة والمتمثلة فارتفاع الحرارة وهبوب الرياح. وليد زناتي. طائرة AT-802 من بين الإمكانيات الهائلة التي سخرتها مصالح الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق التي طالت بعض القرى والمداشر في ولاية تيزي وزو. على مستوى بلدية الأربعة النثيرة قرية أيت فراح، خاصة في ما يخص إخماد عدة مواقد نار وحرائق غابات اندلعت منذ تقريبا يعني يوم أمس وبعد ومنذ يومين. طبعا عملية إخماد كانت متواصلة ليلا ونهارا بعدما جندت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانية هائلة تمثلت في الأرتال المتنقلة للولاية المحلية تيزي وزو ورجلين متنقلين للوحدة الوطنية وتدريب والتدخل، وكذا رجلين آخرين كان على مستوى البويرة وتيزي وزو تابعين للنعامة وولايه البيض. ضف الى ذلك هناك الامكانيات الجويه خاصه طائرات AT-802 كدعم لامكانيات البريه. بتحكم عال لعناصر الحمايه المدنيه وعزيمه ابناء المنطقه والتنسيق المحكم بين مختلف الهيئات تتواصل جهود احتواء الوضع، حيث لم تسجل اي خسائر ماديه او بشريه. انا نتعاون لي بومبي لنتاون les autorités afin qu'ils puissent passer dans les ravins des conditions un peu difficiles. عطاهم لي جون تاعنا عاونوهم بلا ونعاونوهم في الماكله والماء. الحمد لله شوفوا لي فولونتير لي جون الله يبارك وراهم تاع الحمايه المدنيه الجندرمري سون توس لا. مجهودات ومساعي كبيرة تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الحرائق بفضل مخططات المسطرة والوسائل المسخرة واستعدادات مختلف الجهات للتدخل في أي لحظة حماية للمواطن والثروة الغابية. وفي ولاية بجاية الوضع أصبح متحكما فيه وتحت السيطرة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية التي جندت جميع الوسائل البشرية والمادية للسيطرة على الحرائق التي عرفتها غابات أكفادو أدكار وبخليفة وتطويق رقع انتشارها. جهود إخماد الحرائق تدعمت بثماني مروحيات إطفاء مرفوقة بالأرتال المتنقلة لعدة ولايات. يقول عزوز هواري: هي مساع كبيرة لكبح توسع هذا الحريق المهول الذي نشب في جانب من رئة بجاية أكفاد الغابية. ألسنة النيران اقتربت من قريتي مزوار وأيت علوان، وبالمقابل مصالح الحماية المدنية وأعوان محافظة الغابات وجموع المواطنين كثفوا الجهود لإخماد الحريق. On a évacué, c'est mort, les maladies glanes susceptibles d'avoir des complications. Nous les avons évacués en premier lieu, par la suite c'est tout le village qui a été évacué. يقظة تأهب في مثل هكذا ظروف مناخية استدعت تعزيز فرق التدخل للوحدات الثانوية بسيدي عيش، شميني وإكفادو، فضلا عن تسخير ثلاثة أرتال متنقلة ومروحية إطفاء. الدنيا عطيت نصح نكويد كي يديروا، حنا مالنا بروتيكسيون سيفيل، اما لي فورستيي، اما لي سيتويان. جندنا وحاولنا اخلاء القريه، ما خلينا حتى مواطن في القريه، وهذا ما جعلنا نطمئن على كل سكان القريه. واطمئنانا على الحاله الصحيه والنفسيه للمواطنين المتضررين من سحابه الدخان. قول ما نقولنا رانا بكاي غد السفلى نقول دار السوفا السوفا غنروح على تعلوان نتعدى تولى تعلوان قلنا رانا غدار دا لا سيتياسيون لي جيرابل دونك نو زافون ريسو دي مالاد سورتو شوك ايموسيونيل مي يا با دو بروليي نار دو بليسي. السلطات العليا للدوله وضعت تحت تصرف يعني التصرف هنا يعني كل الوسائل الضروريه لاخماد هذا النيران، والحمد لله بهذه الوسيله تاع كنادر الموجودين على مستوى مطار بجايه الذين ساعدوني يعني كثيرا في اخماد هذا النيران. الوضع اصبح متحكما فيه وجهود عمليه الاطفاء لا تزال متواصله، فالواحده تلو الاخرى
تتجه مروحيات الإطفاء هذه صوب بؤر توسع الحريق بولايتي بجاية وتيزي وزو. وتدعيما للقدرات الوطنية للتدخل ومكافحة الحرائق، تأتي القاعدة الجوية لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي للمنطقة الغربية على مستوى مطار الصيادة بمستغانم لإطفاء فعالية أكثر على عملية التدخل الجوي. سفيان مقني. نتواجد اليوم في قاعدة التصل للعمل الجوي بصيادة في مستغانم، قاعدة جوية جديدة وعصرية دخلت حيز الخدمة منتصف شهر جوان الماضي، وهي اليوم مكان لانطلاق ومراقبة عملية إخماد الحرائق وتكوين الطيارين الجزائريين في المجال النظري والتطبيقي لقيادة هذه الطائرات. بشكل يومي يتلقى مصطفى حطاب هذا الطيار الجزائري تكوينا نظريا وآخر تطبيقيا على متن طائرة الأير تراكتور آتي 802 تمهيدا لقيادتها بمفرده. في البداية التحكم على الطائرة، التحكم الجيد في الطائرة كمرحلة أولية، وفي المرحلة الثانية نقوم بتمارين متخصصة في مجال مكافحة الحرائق. فالنتين فيلانويفا طيار مكون يعرف هذه الطائرة جيدا ولديه تجربة ميدانية عبر عديد الدول. إنها أحسن طائرة يمكن أن تشتغل في بلدان شمال إفريقيا، لديكم الكثير من الغابات والجبال، إنها طائرة سريعة ويمكن أن تحمل كمية كبيرة من الماء، كما يمكنها الهبوط والإقلاع من أي مدرج سواء أكان معبدا أو حتى ترابيا. انطلاقا من قاعدة التصل للعمل الجوي بمستغانم، ساهمت هذه الطائرة بشكل فعال في مكافحة الحرائق هذا الصيف. لقد تمت 171 عملية تدخل عبر التراب الوطني واستعمال 350 أكثر من 350 طن من المياه. تنسيق العمل يتم مع مصالح الحماية المدنية، حيث تعمل فرقة مختصة على ملء خزان الطائرة والتدريب المستمر مع الطيارين. القاعدة الجوية التي خصصت لمكافحة الحرائق والإجلاء الصحي بالدرجة الأولى سترتقي مع التوسع المستمر في نشاطها لتكون مركزاً لعمليات النقل والتكوين الجوي بكل أنواعه، في خطوة ستساهم دون شك في تعزيز رصيد وخبرة الإطارات الوطنية الشابة في العمل الجوي. في الرياضة، اختتمت صالة أمس النسخة 33 من الألعاب الأولمبية بباريس 2024 الذي عرف مشاركة جزائرية مميزة بحصد المركز 39 بمجموع ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية، وتقدم الوفد الرياضي الجزائري في مراسم حفل الاختتام البطلتان الأولمبيتان إيمان خليف وكيليان مور والبطل جمال سجاتي. استلى الستار إذن على الطبعة 33 للألعاب الأولمبية بباريس التي عرفت مشاركة جزائرية مشرفة. قراءة في النتائج المشرفة للنخبة الرياضية الجزائرية مع طارق بوفليح. بإصدار الستار رفقة طبعة 96 بأتلانتا، هذا التزامنا أمام الشعب الجزائري وأمام كل الهيئات الرسمية أنه نحن هنا في مهمة وطنية، أتينا لهدف واحد ووحيد وهو إعلاء الرأي الوطنية وسماع قسما في باريس. المأمورية ليست سهلة في هذه الألعاب، المستوى عالي جدا في كل الرياضات، نقول هارد لك للأبطال الذين لم يسعفهم الحظ، لازم نقف وراء أبطالنا، هاد الأبطال اللي في اختصاصات اللي ما عندناش فيها معالم الميدالية الأولمبية لازم ندعمهم ولازم نشجعهم لأنهم هم أبطال إفريقيا وهم أبطال البحر الأبيض المتوسط. 15 اختصاصا ضم 46 رياضي كسادس أكبر وفد في تاريخ الجزائر الأولمبي، ثلاثة منهم صعدوا على منصات التتويج في ثلاثة اختصاصات، حيث افتتحت أصغر المشاركات سنا كيليان مور الشهية وحصدت أولى ميداليات الجزائر في اختصاص الجمباز، ميدالية كانت من المعدن النفيس وبأداء خرافي
يعطي مؤشرات لإنجازات أخرى قادمة للبطلة الجزائرية. ليأتي الدور على إيمان خليفة التي هزت العالم بلكماتها وأطاحت بمنافساتها الأربع وأهدت الجزائر ثاني الميداليات الذهبية أسكتت بها أفواها وأبواقا عديدة وجعلت نشيد قسما يدوي لثاني مرة هناك بالألعاب الأولمبية. الميدالية الذهبية لخليف هي الثانية للملاكمة الجزائرية في الأولمبياد والسادسة في المجموع. ألعاب القوى عادت إلى منصة التتويج بعد غياب عن طبعة طوكيو الماضية عن طريق جمال سجاتي الذي حصد الميدالية البرونزية في سباق 800 متر، ميدالية رفعت حصيلة الجزائر في تاريخ الأولمبياد إلى 20 ميدالية وعشرة في الاختصاص والتاسعة من معدن البرونز. في المقابل شهدت بقية الاختصاصات تراجعا لأداء الرياضيين على تفاوت مستوياتهم على أمل التدارك في قادم الاستحقاقات والطبعات. ونختم بالحركية السياحية. بعد توقف دام 30 سنة عاد قطار نقل المسافرين بين الجزائر وتونس للخدمة منعشا بذلك الحركية الاقتصادية بين البلدين الجارين. نودين بن عبسة. أعيد قطار المسافرين إلى سكته الرابطة بين الجزائر وتونس بعد غياب 3 عقود، وبالمحطة الدولية بسوق قهراس اتخذت الإجراءات الأمنية والجمركية المتعلقة بالعبور فضلا عن تسهيل بيع التذاكر. وبشكل رسمي أعيد تفعيل رحلات القطار بين الجزائر وتونس تتويجا لما سبق من رحلات تجريبية ناجحة. ساكنة سوق قهراس استحسنوا هذا الإنجاز بحكم أولا أنه فعل هذا الخط، وكذلك فعل الخط سوق قهراس مع سائر الولايات وخاصة عنابة، إمكانهم ذوق التنقل في هذا واستعمال هذه الوسيلة بكل أريحية. استأنف القطار رحلته المبرمجة نحو العاصمة التونسية صباحا بعد ضبط كافة الإجراءات التقنية والتجارية الواجب وضعها. قلتنا هذا السيطوية الجارية عنده بزاف وهو يسنى فيه، وملاحة للعائلات الجزائرية والتونسية بس كاين نسب كبير ما بين الجزائر وتونس، ومام وسي لو بري ريزونابل بور تو الموند. الرحلة كانت جد ممتعة في هذا القطار بين الجزائر وتونس، وأظن أنه سيزيد في تمتيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين. أول محطة توقف في الأراضي التونسية كانت غارة دماء، وكان في استقبال وزير النقل وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل. بعد انتظار من الشعب الجزائري والشعب التونسي لمدة 30 سنة، الحمد لله اليوم يرجع الخط هذا، وذلك بتضافر جهود معناتها الشركة معناتها الوطنية للسكك الحديدية التونسية ونظيرتها الجزائرية. إن شاء الله معناتها في المستقبل عديد المشاريع الأخرى اللي باش تسير في الشراكة بين تونس والجزائر. هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس، وتجسد الإرادة السياسية القوية للبلدين في تعزيز التعاون وتحقيق مستقبل أفضل للشعبين. نهاية النشر، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.